ازيكم يا شباب؟ انا بقالي فترة طويلة وما بعملش اي فيديوهات خالص. بصراحة كنت مشغول جدا يعني. الفترة اللي فاتت دي كلها انا كنت بحضر لشوية فيديوهات جايين. يعني احنا كنا في الفيديوهات اللي فاتت انا شرحت الاوبن جي ال في التو دي نقدر نعمل ايه، شرحت شوية حاجات في الكيو تي ونقدر نعمل بيها ايه. جت في دماغي فكرة إن أنا طب ليه إحنا ما نعملش حاجة جيم من أولها لأخرها، لأن كان في كذا حد سألني في الفيديوهات هو أنا أعمل دي إزاي أو أعمل دي إزاي. فقلت مع نفسي كده إن أنا نعمل جيم من أولها لأخرها. هو أنا ما خلصتهاش كلها بصراحة، يعني أنا عملت على قد ما قدرت ولقيت إن أنا هطول أكتر من كده. عشان احتاج اعمل جيم اصلا انا محتاج اعمل الفريم ورك او الاي بي اي اللي انا هستخدمه عشان يرسم لي، او الريندررز بتاعتي عشان ترسم لي. بعد ما بخلص الفريم ورك بتاعي انا بستخدم الفريم ورك ده على اساس ان انا هعمل الجيم بتاعتي. انا سميت الجيم دي سبيس فورس 2D، هي سبيس شوتر، سفينة في الفضاء وبتجري وبتضرب وبتعمل حاجات كده. فاللي احنا هنحتاجه الفونت طبعا عشان اكتب بيها السكور، اليو اي بتاعي هعمله ازاي، الافكتس بتاعتي والانيميشن، هحتاج الساوند سيستم بتاعي اللي انا هضرب ازاي نار وبتاع. فاللي جه في بالي ان انا كنت عايز اعمل كل حاجه اوبن سورس، يعني اخش على جيت هاب الاقي اوبن سورس، اخد الكود واعمل له بيلد معايا في الجيم بتاعتي او معايا في الحاجه بتاعتي. فالحاجات الاساسيه اللي انا هستخدمها في اي جيم هعملها بعد كده هي الجي ال اف دبليو، واحنا عارفين الجي ال اف دبليو هي عباره عن لايبرري بتعمل لي ويندو سيستم. هي كل اللي بتقدمه لي الجي ال اف دبليو بتحجز لي في السيستم ويندو او بتديني كونتكست برسم عليه، وبتعمل لي الانبوت بتاعي سواء ماوس او كيبورد. طيب انا بستخدم الجي ال اف دبليو دوت عشان بتديني البفر اللي انا هرسم فيه، مع كنا احنا بنستخدم في الفيديوهات اللي فاتت جي ال اي دبليو، فدي انا ما حبيتهاش. هو انا بصراحه دخلت على الـ على الـ يعني احنا لو جينا فتحنا كده السيميك بتاعتها، انا دخلت على جيت هاب بتاعتهم خدت الكود زي ما هو، يعني انا خدت الفولدر كله من على جيت هاب وحطيته عندي في البروجكت بتاعي وعملت سي ميك. السي ميك دوت بيجمع اكتر من حاجه، الجي ال اف دبليو ده السي ميك بتاعتها، والفريم ورك اللي انا هعمل هستخدمها او الاكواد المشتركه بيني وبين الجيمز التانيه او كل الحاجه زي ما نقول ايه الجيم انجن بتاعي، بس هو مش جيم انجن بالمعنى المعروف يعني. ودي الجيم لوجيك بتاعي اصلا هعمل ايه. طب خلينا نشوف الجيم، يعني خلينا نشوف الجيم. احنا انا كنت بستخدم في اللي فات الجي ال اي دبليو. الجي ال اي دبليو هي كانت اكستنشن رابر للاوبن جي ال فانكشنز اللي موجوده عندي. لايبرري بستخدمها الدي ال ال بتاعتها واللايبرري بتاعتها وبلينكها وابتدي استخدم الكود اللي فيها. بس هم هنا في الجي ال اف دبليو لقيتهم عاملين حركه حلوه جدا، لقيتهم مستخدمين حاجه اسمها جي ال اي دي ده جلاد ديت هي برضو رابر للفانكشنز بتاعت الاوبن جي ال، بس هي هيدر فايل بنادي منها الحاجه دي على طول ومعمول لها كومبايل معايا في الكود. فانا بالنسبه لي مش محتاج ان انا اعمل لينك للدي ال ال القصص اللي انا كنت بعملها في الفيديوهات اللي فاتت، لا هي معايا ديبندنسي هنا وانا باخدها معايا كسورس كود، فببلد الكلام ده كله في الران تايم، مش محتاج ان انا اطلع دي ال ال فايل وبعد كده اعمل له لينك عندي. فده شيء جميل. وهنتعلم بقى ايه في الفيديوهات دي؟ هنتعلم في الفيديوهات ان انت ازاي تعمل سوليوشن. السوليوشن دي في اكتر من بروجكت، البروجكت اللي هو الجيم هو اللي بيطلع لي الاي اكس اي فايل. يعني احنا لو بصينا هنا كده هلاقي ان هو بيطلع لي الاكس اي فايل، الجرافيك او الاي بي اي اللي انا عامله دوت هو بيطلع لي الليب فايل. الليب فايل ديت انا كنت اتكلمت في فيديوهات قبل كده ايه الفرق ما بين الستاتيك لينكينج والدايناميك لينكينج. ده ستاتيك لينكينج، انا بلينك اللايبرري ديت مع الجيم ديت في الكومبايل تايم.
وبعد كده هو بيبتدي يستخدم الكود بتاعه عادي جدا، ما فيش اي مشاكل. فاحنا هنعمل كومبايل للجي ال اف دبليو، هنعمل كومبايل للكود بتاعنا او الجرافيكس بتاعتنا، هنقدر بقى نزود ان احنا نعمل الهيراركي او الديزاين بتاع الانجن بتاعنا عشان تقدر تستخدمه، عشان نوصل مثلا لكده. نعرف نضرب. انا معرفش انتوا سامعين ولا لا، بس خلينا كده. في كده انا استخدمت ساوند لايبرري. الساوند لايبرري ديت بتعمل يعني انا ما لقيتش سورس كود عليه القيمه بصراحه استخدمه كساوند لايبرري، فاضطريت ان انا استخدم بس دي لينكينج بلينك لايبرري اسمها اللي انا كنت استخدمتها قبل كده اللي هي بيز ديت. هنتعلم مع بعض ازاي نعمل الافكت دوت. يعني انا الافكت ده انا حبيت اعمل حاجه كده فانسي، او انا لسه ما عملتش الريورد سيستم، ازاي نعمل انيميشن اصلا، الكلام ده كله، انا ازاي نعمل ايكون. ف دي الحاجات اللي انا عملتها في الفتره اللي فاتت. فانا عشان اعمل الحاجات دي اصلا انا كنت محتاج وقت على ما بخلص شغل وبتاع وببتدي اكمل شغل في الحاجات دي. عشان نوصل للحاجه دي او عشان نعمل الحاجه دي احنا محتاجين نعمل الاي بي اي بتاعنا، سواء بقى معايا سبرايت ريندرر، معايا الشيدرز، معايا الانيميشنز بتاعتي، معايا الحاجات بتاعتي. فهنتكلم كل الحاجات دي في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. انا بس حبيت انزل الديمو ده كده عشان لو حد حابب يعني يشوف انا بعمل ايه. انا ما نفضتش، انا هكمل شرح عادي، بس انا كنت بجهز للحاجات دي، وهحاول ان الفترة الجاية تبقى يعني الجيم دي، ونحاول نعمل اكتر من جيم، وهعمل ريبو. الريبو ديت ارفع عليها البروجكت ده كله على بعضه. يعني انا عامل سب فولدر، السب فولدر ده هو هتبقى الجيمز بتاعتي، يعني دي مش في سورس بس، هعمل اي جيمز تانية معايا. واحنا شغالين في الجيم، كل جيم هنحتاج فيها فيتشر معينة هنزودها. يعني انا مثلا في الجيم دي انا احتاجت اعمل اللي هو الشيلد دوت، ان هو الطلقات ما تاثرش فيها اصلا، وفي نفس الوقت تديني الافكت ده. فعشان اعمل حاجه زي كده كنت لازم اعمل لها ريندرر مخصوص ليها، فعملت مثلا حاجه زي الافكت ريندرر دوت. فلو احنا احتاجنا جيم تانيه احتاجنا فيها فيتشر تانيه هنبتدي نزود في الفريم ورك دوت. فده كانه الانجن بتاعي بيزيد. على فكره يونيتي وانريل ابتدوا كده، يعني ابتدوا بلايبرري بنعمل لها لينك على بروجكت، وبعد كده بقت الوحش اللي احنا بنشوفه دلوقتي. فانا مش منفض، انا بجهز والله. اتمنى يعني ان الكونتنت دوت هيعجبكم ان شاء الله. لو حد هيتعلم حاجه انا هبقى مبسوط جدا. مش عارف انا نسيت حاجه تانية ولا لا، بس هو ده الحاجات اللي يعني احنا مثلا خلينا نقول ايه في الجيم هنا. فين 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 في جيم انا مش محتاج الافكت، فانا هروح في بلاير مثلا وهنديله الافكت ده. الافكت ده الباور شيلد افكت. حلو، الباور شيلد افكت دوت هو تبع البلاير، فانا مش عايز افكت بصراحه. افكت ريكت والافكت نفسه انا كنت عاملها منين؟ ده التايم وده حلو. انا كنت اكيد عاملها ايوه. انا بستارتها فين 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 فولس. طب امال انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ شيلد انيبل دي شوف لي مستخدمه فين. اكيد وانا بكريت البلاير بقول له البلاير شيلد دوت بفولز. ف قلت ايه يعني، دي كانت حركه فانسي كده. عندي مثلا الانيميشنز ديت، عندي الانيميشن بتاعت النار هنا، خلينا نشوف كده مثلا. ولو جيت اضرب بطلع تاني واللايف بتاعتي انا كده
بسيطة خالص. خلصت الثلاثة لايف بتاعتي، فأنا كده جيم أوفر. أنا ما كملتش الجيم بصراحة يعني، أعتقد إن إحنا مع بعض هنكمل الكلام دوت، فهنتعلم شوية حاجات حلوة. أنا بالنسبة لي كده خلصت الفيديو ده، نكمل مع بعض في باقي الفيديوهات إن شاء الله.